عقد مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز اللقاء السنوي الثاني مع المنظمات الدولية العربية والأجنبية والشركاء المحليين لاستعراض خطة الاحتياجات الطارئة والمستدامة للمحافظة لعام 2021. وقال مدير المكتب نبيل جامل إن خطة المحافظة للعام المقبل تمت بناء على منهجية علمية، حيث تم عقد ورش خاصة مع كافة القطاعات وخرجت باحتياجات واقعية أهمها الصحة والتعليم والإصحاح البيئي ومشاريع سبل العيش. خطة 2021 لمحافظة تعز خطة تمت بناء على منهجية علمية، حيث تم عقد عدد من الورش مع كل قطاع، فتم عمل عدة ورش مع قطاع الصحة ثم أيضا مع قطاع التعليم والمياه والإصلاح البيئي والحماية وبقية القطاعات، وخرجنا باحتياجات واقعية تمثل احتياج واقع تعز. كانت أهم هذه الاحتياجات الممثلات أنه الصحة أولا، ثم التعليم، ثم المياه والإصلاح البيئي، ثم تأتي أيضا الأمن الغذائي ومشاريع سبل العيش. نحن مركزين في هذا العام على مشاريع سبل العيش، هذه المشاريع التي فعلا ستخرج لنا أسر منتجة وليست أسر أيضا معتمدة على السلع الغذائية أو متسولة. وكشف المسؤول الحكومي عن سوء إدارة مبالغ التدخلات في عامي 2019 و2020 في تعز والمقدرة بحدود 53 مليون دولار، وقال إن هذه الاختلالات تعود إلى عدم وجود آليات رقابة شفافة على أداء المنظمات والجهات القائمة على نشاطها. ما تم استعراضه من أرقام للتدخلات في 2019 و2020 للمنظمات، يعني 58 اتفاقية بحدود مبلغ 53 مليون دولار، يعني هذا المبلغ ليس كبير على تعز، الاحتياج كبير، يعني ربما تعز من المحافظات التي تلقت الدعم القليل، لكن أنا أقول وبكل شفافية هناك سوء إدارة لهذه المبالغ. سوء الإدارة هذا أنا أحمله بالأساس على الجهات القائمة على عمل المنظمات، بداية من وزارة التخطيط أيضا والحكومة، تعدد النوافذ، عدم وجود آلية رقابة شفافة على عمل هذه المنظمات، لكن أما المنظمات بالأخير هي تعطي، لكن من يوجه هذا العطاء، من يستخدم هذا الاستخدام الأمثال، يجب فعلا أن الحكومة أن تلتفت إلى تصحيح مسار عمل المنظمات والاستفادة من هذا المورد.